أشرفنا اليوم بشكل شخصي على تفتيش تشكيلات الفرقة الخامسة في قاطع مسؤولية مهم. بصراحة الجميع مستعدين بشكل جيد بالرغم أن القاطع استثنائي والمهام حقيقة غير قياسية، ولكن الشيء الجيد أن الجميع متعاونين ومتلاصقين. بنفس الوقت أعتقد أن هذه الفرقة تحتاج إلى الكثير من الدعم والرعاية. نجحوا بشكل كبير في كثير من المجالات. المفتشية العسكرية حريصة على أن تكون هذا التفتيش بالرغم أنه فحصي حقيقة تعليمي بسبب طبيعة القاطع وبسبب أنه أغلب القادة والآمرين من الضباط الشباب الجدد، وأعتقد هنالك أسس وتعليمات في مجالات جديدة جاءت توجيهات السيد رئيس أركان الجيش. أنا حريص على أن أوصلها شخصيا. أتمنى للجميع النجاح، وإن شاء الله سيكون هذا التفتيش فاتحة خير على الفرقة الخامسة في رفع عداها وجاهزيتها بما يضمن أن تكون فرقة من الفرق المنافسة في عام 2022. أجرت المفتشية العسكرية التفتيش الفحصي لمقر لواء 19 فرقة الخامسة وحداته من كافة الناحية، كعمل المقر والجانب التدريبي والجانب الفني والجانب الإداري والجناب والوقوف على مستوى جاهزيته ولتحديد السلبيات والمعاضل لمعالجتها وتمكين من أداء واجباته بكفاءة. قامت المفتشية العسكرية العامة بوضع خطة لهذا العام، ومن ضمنها تفتيش لواء 18 فرقة الخامسة للوقوف على السلبيات والإيجابيات الموجودة في جميع مرافقي الوحدة. الغاية من التفتيش هي تقييم وتقويم وحداتنا والوقوف على السلبيات ومعالجة المعاضل، رفع المعاضل إلى المراجع لغرض تلافيها، وكذلك السلبيات الموجودة في مرافق الوحدة من خلال المفتشين توجيه الوحدات وأمر الوحدات لغرض تلافي السلبيات. يبدأ التفتيش من جميع جوانب العمل، جانب عمل المقر الإداري، التدريب البدني، هاي الإفكاف إداري والاختصاص. نأكد جدا على الاختصاص، وكذلك أيضا نأكد على دفاعات الميدان وكذلك مواضع الدفاعية، إدامة الأسلحة، حركة الآليات، موقف العطل من الآليات، لأن روح الوحدة تعتبر هي الآليات، وكذلك مستوى جاهزية مقاتلينا وخاصة في هذا القاطع المهم، يعتبر قاطع جدا مهم ويعتبر من القواطع الحساسة جدا باتجاه الرمادي ومن ثم بغداد. لهذا توجيهات السيد المفتش العسكري الفريق عماد الزهري يؤكد تأكيد أنه الوصول إلى أبعد موضع دفاعي والوقوف واستماع مشاكل المقاتلين.
استقبل مقر لواء 18 الفرقة الخامسة لجان المفتشية العسكرية، حيث قاموا بتفتيش مقر لوانا ووحداته المرتبطة به حسب أسس التفتيش لفحص كفاءة تلك الوحدات ومدى قابليتها على تنفيذ الواجبات المستقبلية الموكلة إليها.